بدأ القصة مع أهدافك مع النادي الأهلي، لأنه لك أهداف مؤثرة وأهداف فارقة في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخك يعني، وأفشل بالتحديد يعني. بنتكلم على القضية، بنتكلم على نهائي كأس مصر السنة اللي فاتت، أنت نزلت ربع ساعة تقريبا صح، بتسجل وبتصنع وبتصنع وبتسجل، وأهداف كتيرة في النهائيات إفريقية. أنا عايزك يعني تقعد كده تسترجع بالذاكرة معظم هذه الأهداف وأغلى الأهداف دي عند أفشة. والله يا كابتن، هي يعني الاهداف دي كلها والحاجات دي كلها بتبقى توفيق من ربنا عشان انت بتتعب. نعم، انا دايما تتعب. انا دايما يعني دايما ده هدف، اللي انت عشان ربنا يجديك وربنا يكرمك لازم تشتغل، لازم تتعب، لازم تسمع الكلام، لازم تبقى حاضر ونعم. ف نعم، يعني اقول لحضرتك على حاجه، مثلا عشان الجون ده جه ده قدامنا. سموحة. نعم، بص يا كابتن، الجون ده احنا الماتش ده يخلص 0-0، انت احنا واخد خدنا الدوري. الدوري، فهو ربنا سبحانه وتعالى كاتبها عشان انا تعبت، عشان عملت اي حاجه حلوه، نعم، فربنا دايما، فانا نزلت الماتش ده اصلا لو خلص 0-0 احنا كسبنا الدوري تمام، وهنفرح، والناس هتحتفل فربنا بكل سبحانه حاجة. وتعالى راح مديني جون في الدقيقه 83 دقيقه 93 93 94 اول حاجه زي ماتش كده كان خلص. بالظبط. فلا، فدي حاجات يعني توفيق من ربنا ومع تعب بصراحه. يعني بس انا هنا القرار برضو قفشه صعب، تفوز اتنين بسم الله ما شاء الله اجسام الركنه كمان اللي هنا، صعبه. وده طبعا انا بعتقد ان ده هدف يساوي 50% من بطولة الدوري يعني. انا كمشجع يعني، لانه الدنيا مزنقه والدنيا صعبه وماتشين ورا بعض مع صح بيراميدز وفرقه محترمه طبعا لها كل الاحترام. طبعا. احكي لي يعني، ما هو ما تستنوا يا جماعه كده نشرح جول جول، خلونا نعرف نستمتع بضيفنا شويه ممكن. ما استنوا يا جماعه بس، ايوه كده عشان ارجع جون نستمتع سموحه بضيف بقى. نرجع. تعال مثلا، لا انا عايز جون بيراميدز، بيراميدز لانه جون بيراميدز انت قلت لي سموحه، انت لو تعادلنا احنا واخدين الدوري العام، بس هرجع لسموحه بالظبط. بعد كده. التفكير يعني امبارح حتى عجبني علي محمد علي، قال لك ضربه جزاء من على ال 18 عملها بشكل كويس. التفكير نفسه، مره بتشوط مره بتعملها كده مره بتعملها كده. احكي لي شويه مثلا على جون بيراميدز. يعني كنا 2-2 ساعتها مش كنا كده؟ اتنين ده اتنين الهدف الثالث، وبرضه تقريبا في الدقيقه 86 سبعة حاجه سبعة كده، وثمانين 87. تقريبا حاجة، لأن أنا أصلا نزلت متأخر يعني في الماتش ده. أنا نزلت يعني كان فاضل 4 دقايق 6 دقايق على الدقيقة 90، يعني غير الوقت الضايع. فأنا أصلا يعني الحمد لله ببقى قاعد بره جاهز ومركز، يعني ببقى مستني أي لحظة اللي أنا أنزل هنا فيها. بقى. خلاص بص يا كابتن، قبل ما الكرة تجيلي ركز فيها، لو رجعت خطوة هتلاقيني أنا عملت سكان كده عشان أشوف في ايوه مدافع جاي حلو، عليا ولا اسكان لأ. دي. جه متأخر. خلاص هو ما جاش، لأن لعيب رقم 6 بتاع الفرقة التانية هرب من المكان ده، فخلاص دي فضيت. فالمساك لو طلع هيسيب الفيرويد، ايوه فانا هيبقى عندي حلين، العب للفيرويد يا فهو اما عشان ما شوت. طلع. فانا خدت القرار. بس بص هنا خلاص، هو المساك لما يدي ظهره بيقفل على الجون. برافو عليك. هل انت احيانا بتاخد قرار تسديد بوش رجلك، واحيانا تلف البليسنج دي، ولا بتبقى ازاي؟ بص يا يعني كابتن، هنا لو دي مش تسديده، لا دي مش دي تسديده، بيسموها الار 2 باين، ولا ار 2. بيسموها ار 2؟ هي لو في حد ضغط عليا اصعب على الجون الار 2. اصعب على الجون. مستحيل الجون يشوفها. ياه. مستحيل، صعب. غير بقى لو الجون اتوقع، لو اتوقع وانا حاططها له في العكسيه هتيجي جون. لكن هنا لو كان حد ضغط عليك اللي اهو بص، انت هنا احمد سامي هنا، بص كابتن تمام. طلع عليا كان وبص لسه بقى جايب لما فينا لف، جون. دي الجون مش شايفها، يعني دي الجون ما يشوفهاش، عشان كده حتى هو بص لمسها، بس هو عشان جه متاخر الشناوي، عشان انت كان هنا الناحيه بتبرأ التانيه. الشناوي من مسؤولية لا الهدف. صعبه، هي صعبه عشان هو راح الناحيه راح التانيه، يمين. لكن هو لو واقف في نص الجون ممكن ممكن تبقى يتحرك سهله. معاه. لا الشناوي جون انا كبير عايز اصلا. اسال على، طبعا انا عايز اسال على قرارك، امتى بتحط ار2 وامتى بتشوط بوش رجلك، او امتى بتطير يعني حسب المسافة. حسب المسافة. يعني في مسافة مثلا، يعني جون مثلا القاضية ممكن ما ينفعش ألعبها ببطن رجلي، مستحيلة طبعا. مستحيل بطن رجلي. لكن طبعا. الكرة اللي على الأرض تبقى المسافة قريبة، يعني جون سموحة حتى أنا ركنتها ببطن رجلي عشان هي صعبة تتاخد بوش رجلي، إن ايوه. أنا لما استلمت هي بعدت، فبطن رجلي لما يتفتح بيدي مسافة، ايوه. يعني بيبقى طويل شوية غير وش رجلي بتبقى كده. ادي جون أيوة سموحة. بالظبط. بص دي صعبة جدا. صعب، انت كمان وسط اتنين يعني تقال، وقبل ما تنزل كنت وركنت. لا ملهاش حل. انا شفت جوان كتير للكابتن خطيب، كان صح. انا وانت بالحاجات دايما دي. تقول الجون ده ماركة كابتن خطيب. يعني هو فهي صعبه جدا عشان الجون كمان وقف، فالطريقه بتاع بطن رجلي بتبقى صعبه. الحمد لله انا بتمرن عليها دايما، يعني انت بتمرن من نفسك. لا الحاجات دي على طول بتمرن عليها وبعملها كتير جدا حتى لو مش هتيجي. افشل.